الحقيقة يعني الواحد قلبه وجعه فعلا. منطقة برج العرب شهدت غرق مركب، وفي التحقيقات الأولية للنيابة الحادث أسفر عن مسرع وإصابة 20 شخص، فيما لا يزال البحث جاريا عن المفقودين، ويعني في 6 أشخاص بيتلقوا في العلاج بمستشفى العمرية. تم انتشال 8 جسامين، فيما لا يزال 6 آخرين في إعداد المفقودين يجري البحث عنهم، وينتظر أهالي الضحايا تصريح الدفن ل8 جسامين تم انتشالهم واستشيع جنازاتهم بالكينج مربوط. معايا مين يا جماعة؟ معايا الأستاذ محمد العزومي، أحد ضحايا الأقارب. البقاء لله يا أستاذ محمد. بقال لله وحده عليك، بقال لله وحده بقال إيه اللي حصل وعرفته إزاي، وإيه الظروف والملابسات؟ إحنا قرينا كلام كتير جدا جدا يا فندم. إيه الملابسات، المركب والغرقة والأطفال اللي موجودين؟ من فضلك أنت في وسط الحدث احكي لنا إيه الحكاية. الطبيعة يا فندم، احنا بالنسبة لنا احنا مقيمين من جد الجد في منطقة برج العرب، أمام استاد برج العرب، نرجع عائلة مطيريت، ننتمي لقبيلة العزايم. احنا البحيرة طول عمرنا ساكنين قدامها وقاعدين قدامها، وطبعا بنعمل حاجة اسمها درد. احنا بالنسبة لنا كعرب، أو مثلا زي إن احنا في مكان بيبقى خلا بناكل فيه، بنبقى مكان بيبقى مبسوطين فيه، او بيبقى كمكان ان احنا بنروح عن نفسنا فيه. ايوه يا فندم. فمجموعه من اولاد عمي كانوا خدوا اسرتهم وخدوا زي كهف صغير كده لجزيره جوه بحيره مريوط. وده الطبيعي بالنسبه لنا، وكلنا بنعمل نفس الموضوع ده، بحيث ان احنا لما بنحب نخرج اولادنا مش بنبعدهم بعيد، بيبقى قريب مننا يعني. فكنا اتحركنا، كانوا اولاد عمي اتحركوا حوالي كده بالظهر كده، بحيث ان هم بيتغدوا هناك او بيفطروا، لانهم كان في مجموعه منهم كانت صايمه. فبيفطروا هناك اول ما المغرب بيأذن وبيقعدوا شويه وبيرجعوا تاني. اللي حصل ان هم راحوا لما الدنيا سقعت شويه بعد المغرب، وهم راجعين الموج ارتفع شويه نظرا للتقلبات الجويه اللي موجوده عندنا في اسكندريه، مما ادى لحادث زي صخره صغيره كده. الصخرة دي أدت إلى انقلاب المركب. سامعينك يا فندم، اتفضل يا فندم. اتفضل، سامعينك يا فندم، وبعدين؟ تمام. بعدها طبعا احنا أول ما وصلنا العلم بالموضوع اللي حصل، فجميع الجهات الأمنية، السيدة اللي هو محافظة اسكندرية ومدير الأمن والغطاسين المتبرعين وغطاسين الحماية المدنية والمسطحات المائية، كلنا اتحركنا، وجميع العائلات والقبائل، لأن احنا في غرب اسكندرية في ترابط ما بين القبائل، فكلها اتحركت ناحية البحيرة للبحث عن الناجين. فالحمد لله بفضل الله تمكنا ان احنا ننتشل 15 واحد، 9 توفاهم الله و6 ناجين، ولا زال البحث عن 5 لسه حالا دلوقتي دافنين. 9 تم التصريح لنا بالدفن، ودفننا 9 و6 الحمد لله بفضل الله نجوا، و5 لسه لا زال البحث عنهم، ولغايه دلوقتي لسه مكاننا هناك. يا رب يا رب، يعني يتم انتشالهم ويعني على قيد الحياه. البقاء لله يا فندم، واشكرك شكرا جزيلا. استاذ محمد العزوزي، احد ضحايا الاقارب.